دخيل يا سيدي دخيل. سبحانك يا كذاب. سد لن ياكلك. ارفع لي راسه. والله العظيم ما عمل شيء سيدي. لا تحلف لك. والله العظيم. لا تحلف. شو اسمك؟ احمد. جاوب امك. احمد محمد حمدي. تزد نفسك ولك. الله. اسم امك؟ حمديه. شو بتشتغل؟ خضرجي بابيع بالشارع. من وين انت؟ من حلب. خضرجي. وشو واقف عم تعرب الساحه ولك؟ اشتريت خبز. جاوب. كنت راجع من الفيلم. كذاب ولك. والله العظيم ما كذب. اسمعوا لك. اسمعني، صار لك ساعتين عم تحلف وعم تكذب. قسما بشرف دخيلك سيدي. والله قسما بشرفي دخيلك سيدي. بالله العظيم راسك بشيله بفرجيك الشمس بنص الليل ولك. دخيلك سيدي. بالله العظيم من اول رح تكذب. ما كذب. راسك هيك بدي شيله. ما كذب سيدي. بالله العظيم راسك بدي شيله. فهمان؟ بالله العظيم دخيلك سيدي. بعد لي الطاوله. شيلي الطاوله. تسلوا لك. شو كنت واقف عم تعرب الساحة ولك؟ عمي راسك لما يحكي معك سيادك ولك. شو كنت واقف عم تعرب الساحة؟ مشتري خبز من الفرن قاعد عالبيت ولك. كذاب ولك. شو؟ توجعت؟ ارفعوا علي ولك. ايوه اعتذب نفسك ولك. ولك اعتذب نفسك. بالله العظيم. شو؟ بالله العظيم سيدي. لا ولو بحياة ربك. دخيلك سيدي. دخيلك لما بتوكل بنص الساعة بتصير حرية. ما في دخيلك. دخيلك سيدي. بس لما بتجي لهون. دخيلك سيدي. بس لما بتجي لهون. دخيلك سيدي. اترجاك. كيف النور عندك هلا؟ دخيلك سيدي. مية ما هي. بالله العظيم ما عمل شيء. ولا كذاب ولك. كذاب ولك. كذاب ولك. ارفعوا لها الكلب. ارفعوا. لا ربك عرفت الهدف. ارفعوا لك. جلس على الكرسي. قوم. لك قوم منك. قوم. قوم. شفت كيف صحيت؟ جيبوا لي الكهرباء لهم بسرعة. شو يا حبيبي سمعان الصوت. طبعا اصدقائي هذا شيء مصغر عن التعذيب اللي عم بيشوفوه داخل اقبيه النظام. الناس اللي عم تتعذب والناس اللي عم تنقتل واللي عم تموت والجثث اللي عم تطلع كلها معفنه كلها ما معروف شكلها من كثر التعذيب. لذلك منخاطب جميع المنظمات الحقوقيه والانسانيه التي تعنى بانه تساعد أولئك الناس الموجودين داخل أقبية النظام. ودمتم بخير. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور شو الموسم الثاني. الحرية وما أدراك ما الحرية؟ ما هو الثمن الذي سيدفعه الناس ثمنا لتلك الحرية في زمن كثر فيه الاستبداد والاضطهاد والقهر والظلم والاعتقالات العشوائية للناس الذين خرجوا ليطالبوا بحريتهم؟ ضيف اليوم معتقل سابق في سجون نظام الأسد في سوريا. طبعا رحبوا معي بضيفنا الأخ جابر الرشي. أهلا وسهلا فيك أخ جابر في برنامج نور شو. أهلا وسهلا فيك. أنا جابر الرشي من أصل سوري جنسية من دمشق سكان حي ركن الدين الدمشقي
اعتقلت بتاريخ 6/1/2014 كانت الساعة 5 العصر. اعتقلت من داخل محلي من حي ركن الدين. المكان اللي كنت عم تعمل فيه؟ من حي ركن الدين. جانبك شو بتشتغل كنت؟ انا مهندس صوت، عندي محل بدمشق وعندي استوديو صغير بنفذ فيه اعمال فنية. كان يوم اثنين الساعة 5 العصر كانت مقطوعة الكهرباء بالحي. اول ما اجت الكهرباء كنت واقف انا وزوجتي على باب المحل، هي مكملة طريقة على البيت وأنا حافتح المحل. قلت لها لاحق بعد نص ساعة نتغدى سوا أنا وياك والأولاد. دخلت على المحل، قعدت برا المكتب عم أشبك جوالي بالشاحن ورجعت التفلت وخليت وشي على الباب، وإذا بلاقي 5 أشخاص حاملين بوريد من ضمنهم واحد ملتم بنش الدو شخصية قوية كتيرة. قال لهم هذا جابر القرشي. طبعا شخص مقنع أشر عليك؟ قال لهم قال لهم هذا جابر القرشي. نعم. سحبوني من وراء الطاولة، رفعوا لي جاكيتي، غطوا لي وشي، سطحوني بالأرض، اثنين دعسوا علي والباقي بلش تكسير بالمحل. بعد دقيقتين طلعوني على السيارة وحطوني طبون السيارة من وراء بسيارة جيب. كملوا مسيرتهم طريقهم، كل شوي يقول لهم العوايني وقفوا قدام هذا المحل وجيبوا صاحبه. العوايني يوقف السيارة اللي هن طبيعة الشرطة طبيعة الاعتقال. ضلينا على الحال لساعة 9 المساء تقريبا. 9 المساء أخذونا على فرع الأربعين. طبعا عرفنا نحن أنه فرع الأربعين فيما بعد. استقبلونا هناك، بلشوا فينا أول شيء كفوف، عرونا من أماناتنا من ثيابنا، دخلونا على مهجع واحد. كنا حوالي 22 شخص. بعد 3 ساعات استدعونا مرة ثانية، سألونا أنت من وين؟ شو بتشتغل؟ اسم أمك؟ قالونا فكوا الربطات تبع الباط وربط كل واحد يربط واحدة بإيده. بعد ساعة كان صرنا حوالي 4 ساعات ربطونا كل 3 بالربطات الباط، طمشونا، نزلونا على السيارات. هذا الحكي كله بفرع 40. فرع 40 ايش اختصاصه؟ ايش بيشتغلوا فيه؟ فرع 40 نحن ما طولنا فيه، قعدنا 4 ساعات تقريبا وما سألونا ولا استدعونا على التحقيق ابدا. مجرد استقبلونا، سجلوا اسامينا وسجلوا اماناتنا وتاريخ اعتقالنا وطلعنا دغري. اخذونا على فرع ثاني اللي هو فرع الخطيب. فرع الخطيب هون كانت البدايه الكبيره. اول ما دخلنا على فرع الخطيب استقبلونا بالكف من على الباب. فرع الكفوف بالضبط. ضلينا شي 3 ساعات واقفين بالكوريدور عم ننتظر دورنا. كم شخص كنتوا وقت اللي دخلتوا هالدخله؟ لما وصلنا على فرع الخطيب كانت مجموعتي تقريبا حوالي 26 واحد من نفس الحي، من حي ركن الدين. وكلياتنا طبعا بنعرف بعض بحكم حي واحد نحن كلياتنا ساكنين. وكان معي بدايته من 14 سنه كنت انا وشخص قريب كثير مني، كنا اكبر 2 من المجموعه بالسن. يعني الاعمار الموجوده معك كان 14 وفوق؟ من 14 وفي 13. وانا داخل معتقلات يعني صادفت كثير اعمار صغيره واعمار كبيره كثير، يمكن اكثر واحد كان 64 سنه. بفرع الخطيب اول ما دخلنا بعد انتظرنا شي 3 ساعات، وبهالثلاث ساعات الرايح والجاي عم يضرب فينا. طبعا نحن ما شايفين شيء قدامنا، وشنا على الحيط، ايدينا ورا ظهرنا، مكتفين، طمشين، مجرد بالاندروير الداخلي. لما وصل دوري عروني بشكل كلي، طلعوا ونزل 3-4 مرات ليتاكدوا اني انا ماني بخبي اي شيء باي مكان. حركات امان بسموها بالضبط. وبيجي واحد رفسني على كوريدور، نهايه الكوريدور هذا بيودي على مهجع. بالمسافة الكوريدور لأول الباب المهجع في عسكر موجودين. طبعا بين العسكر العسكري والعسكري ما في متر، هم كل واحد اكل نصيبي. لا انت انت متوجه للمهجع. وانا متوجه للمهجع وحامل بيدي غراضي وانا عريان. اول لحظة دخلت فيها المهجع ما شفت غير روس بشر موجودة على الارض، وروس بس. من الزحمة بتقصد يعني؟ من كثر الناس؟ بشر
يعني خيال، منظر خيالي خيالي، عدد غير 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 منطقي نهائيا. مكان صغير بالنسبة حجم الغرفة، بتذكر منيح حجم الغرفة تقريبا مو أكثر من 150 متر، عبارة عن صالة كبيرة دخلت والد واحد، كنا حوالي 432 شخص. 432 شخص نعم. في غرفة واحدة. نعم، والمسؤول عن السجن جوا عن هالمهجع هذا كان برضه مسجون مثلنا. المسؤول عن المهجع مسجون. مسجون. هو أحد السجناء بيكون مسؤول عن الأسبوعية اللي موظفين من قبل العسكر إنهم يديروا بالهم علينا، وإذا شاغبنا حكينا مع بعض أو أي شيء هن يناولونا يضربونا يعطونا نصيبنا. السجان كان واحد معتقل مثلنا مثله، بحكم انه هو قديم كان تحكم بالكل، تحكم فينا بطريقه عادتنا نومتنا، اذا حكينا اكلنا شربنا، توزيع الحصص بالاكل. غير التعذيب النظام كان تعذيبنا كثير، كان منه كان هو شخص مؤذي كثير. طب ما هو كمان سجين مثلكم، يعني عم بيشعر بالالم اللي عم تشعروه، عم بيشعر بالقهر اللي عم تشعروه. مو هي المشكله، المشكله انه لما عقبك صار مثلك ومحكوم مثلك، ولكن هو مضطر انه يبيض وش للنظام على حسابنا. على حساب عذابنا نحن وعذابنا النفسي اكثر من الجسدي. بعد 3 ايام طبعا المكان جوا كان النوم مستحيل، وحتى الوقفه مستحيله، لازم كل الوقت نكون على الارض قاعدين، لان مساحه بلاطه واحده 30 ب 30 سنتي ما في ما ممكن. المكان اللي لازم تلتزم تقعد فيه، التزم اقعد فيه، وشرط ممنوع الحركه يمين او يسار، ممنوع احكي مع اللي جنبي، ممنوع هذا كل الوقت احنا عم نقضي بهالطريقه داخل المهجع بالضبط. وتيجي الليل وقت النوم ناس كثير توقف وناس تبقى قاعده بنفس المكان اللي قاعده فيه، تخفى ممكن نص ساعه ممكن ربع ساعه، لحتى بالاخر بلحظه مثلا يجي الاسبوعي اللي ماسك المجموعه تبعي يقول يلا دور اللي واقف، يسحبه لفوق يوقف، الثاني ينام. يعني نوم كثير مو اكثر من نص ساعه. بحكم العدد كبير 432 واحد والمكان كثير صغير، والنوم انت قاعد ما في، انت واقف انت على جنبك او على ظهرك نهائيا. بعد 3 ايام من هذا الحال طلع اسمي اول واحد من مجموعتي، جابر الرشي، حاضر تعال معي. اول ما طلعت من الباب المهجع في كرتوني على اليسار، قال لي طخي خذ طماشه بالكرتونه. لقيت كرتوني فيها طماشات خضر، طماشات خضر خضر، طبعا كان في ثلاث الوان، البيضة والخضراء والحمراء، وكل واحده فيما بعد عرفنا انه بترمز لشيء. البيضة كل طماشه الى ترمز لشيء ثاني، هذا الشيء اللي عرفناه فيما بعد انه البيضة بترمز للارهاب بشكل عام، بس الاحكام الخفيفه والسن الصغير 13 و14 سنه، الخضراء اللي حامل قضايا ارهاب والى اخره وسلاح وغيره، والحمراء فيما بعد عرفنا انه هذا مصيره انه حيتحول لفرس ثنايا. لما اخذت الطماشه وحطيتها على عيوني دغري، حط لي وشي على الحيط وربط لي ايدي من ورا وصار يشحطني، وطول ما اللي طالع درج يضربني واوعى وقوم واوعى وقوم. لو وصلت لغرفه سمعت واحد عم يقول لي اقعد جاسيا، بحكم اني انا ما خدمت عسكريه، كنت عايش شو هي جاسيا، عايش كل عمري 30 سنه عايش من عمري برا سوريا، ما قلت له سيدي شو معنى زي جاسيا؟ قال لي يا ابن فلان على ركبك، يعني مثبات يعني ضبط، كلام كثير بذيء لا يمكن يستوعبه يتحمله اي عقل. عط على ركبي قال لي راسك في الارض، بلش معي اسئله. على ايدي اليمين بتذكر كان حاطط صوبيا، الحراره اللي كانت موجه علي حس حالي سيخ شاورما. وعلى ايدي اليسار كان في شخص، لما كنت اصر شوي بالسؤال بالاجابه عنه كنت اكل نصيبي من بوطه العسكري، لدرجه مره من المرات بذكر انه يضربك بالبوط العسكري، بالبوط العسكري على وشي. اول مره وقع لي سنين، عم حاول كنت طالعهم او شيء سنين، ايوه كسروا ضرسين عندي، عم طالعهم كنت من دمي، رجعت نزل لي راسي على الارض قال لي اسحبه من دمه، اسحبه من الارض وبلعه. بلعك سنينك؟ بلعني اسناني.
بلش المحقق معي بأول سؤال. هذا يعني عم تحكي عن أشخاص، أنت بشر ولا آلات؟ أنا ماني شايف حدا، أنا حتى ما بعرف الشخص اللي أخذني، لأنه اللي أخذني من باب المهجع أول ما طلعنا من باب الكاريدور أنا واثق إنه سلمني لشخص ثاني، اللي هو طلعني على غرفة التحقيق. طبعاً فترة اعتقالي بالخطيب كانوا 6 شهور، بهالست شهور أنا ما شفت ولا شخص، شخصين بس اللي شفتهم عن طريق الصدفة، وكانوا هنا أكثر شخصين كانوا يعذبونا. مقصود لأني مثلاً ما عم شينك، لأني عتمة، لأني لا، لأني مطمش كل الوقت. 6 شهور طول؟ 6 شهور مطمش، بس مطمش أنا خارج المهجة تبعي، خارج الزندان تبعي. لما بلش معي بأول سؤال المحقق، طبعاً من شدة الأسئلة أي جواب تعطيه تخلي حالك فيه من أنك تحمل تهمة أو جرم أو أي شيء ما بيقتنع فيه. يعني لازم يوجه لك تهمة ولازم تعترف فيها. هلا نحن أنا والشباب كنا متفقين تحت، نحن عارفين إنه حنتعذب كثير، وعارفين إنه حيحملونا سلاح، حيحملونا جرائم، نحن نعجز ويعجز العقل عن تصديقها. اتفقت أنا وقريبي اللي كان معي إنه أنا أحمل سلاح بوب أكشن، حمل حالي وهو يحمل بارودة ومخزنين، وكل واحد فينا اختار سلاح يحمله، وأكيد هذا غير هذا. كل واحد له جرم معين له. بالضبط، اختار جرمه قبل ما يطلع لعند المحقق، لأن إحنا بنعرف حنوصل لمرحلة بالتعذيب ما حنقدر نستمر وحنعترف، بس خلينا نقلل قد ما نقدر الحكم على حالنا. أول سؤال سألني إياه قال لي: ولا أنت كم مرة صرت طالع على الأردن بطريقة غير مشروعة؟ أنا استغربت من السؤال، قلت له: سيدي أنا بحياتي ما طلعت بطريقة غير مشروعة على الأردن. قال لي: كذاب، لا تكذب، معلوماتك كلها عندي. قلت له: سيدي أنا كثير رايح على الأردن، الحكم موجودي بالسعودية، كنت كل ما أنزل على سوريا أمره من طريق الأردن، أمره ترانزيت، وكمل طريقي على بلدي، بس إني أدخل بطريقة غير مشروعة ما في شيء بجوازي معي. طبعا هون بلشت الضرب. اول ضربه اكلتها ربصت البوط العسكري على خدي اليسار، كان شعور كثير بشع، يعني بيني وبين حالي دغري زي البدايه. انا ما كمل يوم ضل عم يضربني لحتى اعطيته الجواب اللي بده، يعني اعترفت بالاخير، لأنه ما كان يستغني هو عن السؤال إلا ياخذ إجابة، إنه أنت اللي عامله، إنه خلص إنه أنا رحت على الأردن بطريقة غير شرعية، خلص بدي يقول إنه بالأخير إني أنا رحت. وأنت مالك رايح؟ كان مالي رايح. تمام. آخر شيء لما اعترفت له قال لي: ماشي، مين اللي كان يعطيك مصاري؟ ومين المجموعات المسلحة اللي كنت عم تدربها هنيك؟ قلت له: سيدي أنا لا بعرف سلاح ولا بعرف مجموعات مسلحة ولا بعرف شيء. ضرب هو ضرب، قلت له: أنا أخذت 50,000 من شخص قريبي من هنيك. قال لي: أنت بزمانك من 12 سنة طلعت أنت وواحد سعودي على الأردن وسكنت بدوار في راس بعمان. أنا بالفعل من 12 سنة سافرت أنا وجوز أختي، يعني حدا غريب، وأقمنا عند ناس قريبين هنيك لمدة يومين. سألني عن نفس الأشخاص هذول اللي أنا زرتهم بالاسم، قلت له: مظبوط. وعطوك مصاري هنا؟ قلت له: لا. اعترفني أخذت 50,000 من شخص آخر توعدتني إياه هنيك عند البولمانات عند الباصات. أجبرك تقول هالحكي؟ أجبرني أقول هالحكي. قال لي: وين صرفت المصاري؟ وسلمتهم للمجموعات الإرهابية اللي بالشام. قلت له: لا سيدي، أنا صرفتهم بالأردن مصروف شخصي. قال لي: يعني زوات خاصة. قال لي: أنتم كلكم سعوديين هيك، تجوا بتعرصوا ببلدنا وبتروحوا وتنزلوا بتعملوا وبتروحوا وبتسبوا على البلد، بس تطلعوا وبتسبوا علينا وبتسبوا على نظامكم وبتسبوا، وهلا بتكون حرية. وشو قصة المظاهرات اللي كنت تصورها وتبثها على الإعلام؟ أنا بفترة من الفترات أثناء الثورة، تحكي لنا شوي عن هالموضوع. كان العمل الحركي مظاهرات وإلى آخره كان كثير شغال بالحي تبعنا. هي بداية الثورة. بداية الثورة بالضبط. استشهد عنا واحد اسمه زردشت والي. وفاة زردشت والي صحت القلوب النايمة كلها، لأنه مات عن طريق قناص ظلم وبظلم. وكان الموضوع كثير بالبداية وما كان حدا معه سلاح ولا كان في فكرة سلاح إطلاقا.
بوقت تشيع طلع فوق العشرين شخص، 20,000 شخص بالتشيع، وأنا طبعاً الحي كله والأحياء المجاورة، وأنا واحد من الناس اللي طلعت وصورت مثل ما العالم صورت، وكان هدفي من التصوير إني أعمل فيلم وثائقي عن الأحداث اللي بتصير بالحارة، بحكم إني أنا بشتغل بالإنتاج وإلى آخره، وحبيت إني أوصل الحق مو أكثر من هيك. الغاية إنه أنت توصل الصورة الموجودة الآن الحقيقية على الأرض. وهذا الشيء اللي سألت عنه أكثر شيء اتحاسبت عليه. لما كان عم يسألني إنه لما كنت تطلع مظاهرات قال لي أنت كنت تسب الرئيس كثير وما بعرف شو، والرئيس عفاك من هالمسؤولية هي. شايف ما أكرمه؟ إنه مسبة الرئيس أيوة. أسقط حقه. وهلا لأنه أنا أعمل لك إنه رئيس كريم لازم أنت تعطينا كرمك وتعترف إنها الناس اللي كانوا معك. قلت له سيدي أنا ما كان معي حدا. بلش الضربة من جديد. لما كثير انا اصريت على موقفي ما برضى اجيب اني اسامي اي حدا والى اخره، اضطريت احكي عن ناس متوفيه، ناس هربانه من البلد من فتره طويله، ناس مو معروفه وين. تتذكر هدول تجيبهم مشان انه ما حدا يطالبهم؟ بالضبط ما فيني اطلع على الناس او اي شيء. السؤال هذا ما اقتنع مني بده اسامي ناس، وذكر لي حالي انا كنت مره من المرات عم صلح كمبيوتر شخص قال لي الكمبيوتر هذا اللي انت عم تصلحه هذا كان له واحد معارض، وانت كنت عم تبث المظاهرات اللي انت عم تصورها من هذا الكمبيوتر. طبعا نكرت هالشيء انا لانه بالاصل ما له وجود، بالفعل انا كنت عم بعمل صيانه لجهاز عند احد الاشخاص بمحله، ولكن ما كنت عم بث ولا شيء. انا كان في تواصل كثير بيني وبين قنوات فضائيه بس ما كان بخصوص هالموضوع نهائيا. عمل فني والى اخره. باحد الاسئله عم يسالني اياهم كان لاني جاوبته عم يقول لي كان انه اولادك شو عندك اولاد والى اخره، وعم يقول لي انه اولادك شو بيشتغلوا، عم اقول له انه عندي ابني الكبير بيشتغل عند جده حلاق، قال لي جده وين بيشتغل؟ قلت له جده بيشتغل بصالون بالمالكي. قال لي بدنا نجيب اولادك. ليش؟ قمت انا سالته سؤال ليش؟ قال لي هلا مخلك لك ليش؟ يعني دي سوى ولا ضغط لك وضغط عليك؟ ايه بالضبط، هلا واخر شيء اعطاني اياه اولادي، هون وقف التحقيق، انا ما كنت بعرف انه وقف التحقيق، بس قال له لشهر خذوا. اجى شهر اللي اسمه هذا شهر الشخص اخذني. رماني بغرفه فكل لي طماشه ودفشني على الغرفه. وتسكر الباب دغري. أول ما فتحت عيني لقيت حالي بمكان واطي وكثير ضيق، يمكن ما بتجاوز ال 110 سنتي أو 120 سنتي بالطول وبالعرض. هاي المنفردة يعني؟ هاي المنفردة. هاي المنفردة. طبعاً لا ضوء، لا هواء، لا شمس، لا ريحة، لا صوت، لا 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 شيء أبداً. كل شيء كنا نسمعه بهاي المنفردة هو شيء واحد، صوت المزاج تبع الباب. كنا نعرف، كنت أعرف إنه في أحد المساعدين أو العسكر هو هلا بهذا الكوريدور وأكيد حيجي يفتح الباب عليه من صوت هذا المزاج. يا عم يوزع أكل يا بده يستدعي حدا على التحقيق. أنا تنيمت على هذا الحال 16 يوم. باليوم الثاني أنا مريض سكري. كنت بحاجة إلى إبرة أنسولين. طبعاً الأطباء لازم يكونوا متوفرين في السجون طبعاً كنا محرومين من شيء بشكل قطعي، بس كانوا يسألونا سؤال لما يعرفوا لما نعرفهم عن حالنا. كان كل واحد فينا عنده مرض يقول له أنا مريض ضغط، أنا مريض سكر، أنا مريض كذا. من ضمن المجموعة اللي كانت معي كان في معي شاب الله يرحمه اسمه محمود شيخاني، توفى معنا بالمعتقل مريض سكري أثناء التعذيب. طب بدي اسالك عن التعذيب، انه هل هو ممنهج مع عشوائي يعني؟ التعذيب عشوائي تحت اشراف اطباء؟ التعذيب على حسب حاجته هو منك. اهميه السؤال اللي هو عم يسالك عليه اللي عم يسالك اياه هذا اللي بيحدد نوع التعذيب. قديش هو مصر انه بده يعرف اجابه لهذا السؤال. يعني اذا بده اياك تعترف بشدد التعذيب. بس ما في شيء اسمه تعذيب خفيف وتعذيب قوي، لانه اقل مرحله واخف مرحله بالتعذيب باشد ما عنده. تعذيبهم كان ما بتصوره لا عقل ولا ما بتصوره الانسانيه والبشريه نهائيا. اعطينا شويه هيك امثله عن التعذيب كيف؟ واحده من انواع التعذيب، واحده من انواع التعذيب
أثناء التحقيق أنا ربطني بشاط مش حاطني وراه مثل الكلب. من رقبتك؟ من رقبتي. وقال لي تسطح على ظهرك. سطحت على ظهري، ضل يقول لي ارجع لورا لحتى راسي دق بشي وزبي دق بسيخ حديد. قال لي فارسك راسك على السيخ. رفعت راسي صارت رقبتي على السيخ. وقف حط رجله هون يسألني سؤال ويستنى مني جواب وهو حاطط رجله. بالمحاولة الثالثة أنا خلص فقدت الوعي وبلشت طلع زبد من تمي. عم حاول كنت طلع إيدي من ورا ظهري، ماني مكلبش ولكن إيدي ورا ظهري. أنا عم حاول طلع إيدي عم أرفع أصبعي بدي أشهد ربي. إجا شخص ثاني دعس لي على إيدي. رفعتك تشاهد؟ أيوة رفعت أصبعي خلص بدي أتشاهد. قال لي خلي لك خلي الموت بالنسبة إلك حلم. رح يخلي الموت بالنسبة إلك حلم. قال لي بكير كثير لتفكر بهذا الموضوع، ساعتك قبل امبارح. وهذا بشر اللي عم يحكي معك؟ بشر يعني شخص يعني ادم مثلنا مثله؟ المفروض المفروض. انا كنت اتمنى اني اشوف وش حدا من اللي عذبني. انا شفت شخصين بس وما بصل صورتهم لهلا. باحد الحالات فتح لي رجلي، واحد جاب كيس نايلو شعل كيس النايلو والنايلو صاير نقط على جسمي وعلى المناطق الحساسه. كيس النايلو يشعلوه وينقطوه. هي احد انواع التعذيب. هي احد انواع التعذيب. وين هو كان اقصى نوع تعذيب مريت فيه؟ بإدارة امن الدولة. بإدارة امن الدولة كانت طعم التعذيب وادوات التعذيب والطريقة الاسلوب. شو كان؟ احكي لنا شوي عن هيك. انا اسف عم كرك عليك بالسؤال بس انا حابب بس نعرف نورجي الناس يعني كيف كانت إدارة أمن الدولة. لما أخذونا على إدارة أمن الدولة هذا الكلام بعد 6 شهور من تاريخ اعتقالي بالخطيب. إجا فرزي أنا و 26 أو 25 شخص اللي معي. ربطونا كل 8 بجنزير واحد وأخذونا بسيارات على إدارة أمن الدولة. يوميتها تماما بتذكر من صوت الجوامع والمساجد اللي يعني عم تعمل خطبة صلاة الجمعة. عرفنا أنه اليوم جمعة. ومن شدة الحر الشديد توقعنا حنا نحن بشهر 7 و8 لأنه الحر كان لا يطاق بشكل نهائي. وصلنا لهنيك نحن بالأندروير ومطمشين. زلنا على ساحة كبيرة. طبعا نحن ما بنعرف لوين جايين. عرفنا بإدارة أمن الدولة فيما بعد. هذا كله أنتوا طبعا مطمشين ونازلين. كله مطمشين. نعم. لما فتنا على هذا المكان فكونا الطماشة. وقفونا حوافة على الأرض حوالي ساعة أو ساعة ونص بس الأرض عم نار عم شعلي. اللي واقف فينا لا يمكن يقدر يثبت أكثر من 3 ثواني من حرارة الأرض. فكان أي واحد يتحرك كان دغري منبطحان وعلى الفلقة وإجباري كلها تبنا نتحرك يعني شيء لا يحتمل. آخر شيء وزعنا وراء قال كل واحد يعبي البيانات الموجودة ويوقع ويبصم عليها. حبينا وقعنا بصمنا اخذنا نقلنا على باحه ثانيه عرانا بشكل نهائي. قال كلكم مبطحان على الارض. طبعا بهالحاله هي صار جسمنا ملتصق بالارض. الحراره قويه والحراره قويه كل شيء اماكن برزه بجسمنا كانت عم تتحرق وما عم نقدر نقاوم او نتحرك. وكنا عم نستنى لحظه تنزل مطر او نقطه مي اي شيء انقذنا من هالموقف اللي نحن فيه. نيمونا تقريبا 3/4 ساعة، بعد 3/4 ساعة قال هلا اجى وقت الاستقبال الحلو. كان دوري انا سطحونا على بطننا مشان نرفع رجلينا لورا. كان دوري انا كنت ثاني واحد من الصف الثاني وقريبي كان جنبي. قريبي كان كثير خايف علي. حكم اني مريض سكر وكذا وانا مالي تجارب بالبلد وجديد وغريب عن البلد. كان كثير قلقان علي. اول شخص اكل الفلقه اللي اكلها بيصير دبابه، شاط دبابه. اخر سير هذا بينتهي بسياخ البولاد. شاط دبابه، شاط ميتور دبابه. ضخامته بعدين الشخص اللي نفسه الشخص اللي حامل الإشاط هذا وعم يعزف فيه مو حسه مو من البشر. كلمة وحش قليلة بحقه كثير.
أول واحد أو أول ضربة أنا سمعتها اللي أكلها قدامي وقف قلبي. وأنا طبعاً كنت واصل بعد 6 شهور لهون رجلي مورمة من المكان اللي أنا كنت فيه. كان عندي التهابات وعندي مشاكل صحية لا تعد ولا تحصى، من ضمنهم خراجات والالتهابات اللي موجودة برجلي، وكانوا وصفوا عندنا يحطوا لهم مفجر وأنا رفضت. الشخص الثاني كان جاي دوره من أول ضربة وهو عم يرفع إيده، هذا الشخص اللي عم يضرب كانوا أصابع من أصابعي من أصابع هذا الشخص اللي قدامنا مطرشين علي وعلى اللي جنبي. قطعوا أصابعه؟ أصابع رجلين قطعوا من ضغط الفلقة. أصابع رجلين؟ أصابع رجلين، هو عم يسحب السيخ، هو عم يسحب السير، نهايته في سيخ بولاد. سيخ بولاد شدت الأصابع، طبعاً هو بنيته هائلة. فاللي قدامي قريبي دغري نكشني برجله إنه انتبه شد حيلك لا تضعف. وبالفعل لما اجى دوري اكلت 5 ضربات، وكان اللي ياكل الضربه يقوم على الباحه الثانيه. بالباحه الثانيه في واحد فاتح بربيج مي عم يرش العالم، وواحد عم يصب على روس الشباب والناس ماده اللودالين تبع مواد غسل صحون وهيك شيء انه تحموا. بالفعل تحممنا ما معنا ولا شيء، فرزونا دخلونا على مهجع عباره عن مزدوجه، كنا 26 شخص مثل ما نحن. وبلش هون الحياة الجديدة، مكان ضيق كثير كلنا مضطرين نوقف. هذا السجن اللي دخلته الجديد اللي هو سجن الخطيب، هذا إدارة أمن الدولة. هذا إدارة أمن الدولة، إدارة أمن الدولة. يعني هذا بعد الخطيب طبعا الاستقرار. الخطيب في مرحلة طويلة كمان أنا قضيتها، وتنقلت عدة مهاجع وعادت عادة واحدة من مهجع 29 اللي هو لقبه مهجع الموت. مهجع 29 لقبه مهجع الموت. أيوة لقبه مهجع الموت، اللي بيفتله خلص بيعرف يعني حاله انه هون، لأن هذا الباب ما بيفتح له بالشهر مرة واحدة للإعدام، لا ياخذ 5، يا اما ياخذ 5 على التحويل او الى اخره، او ممكن يجيب حدا جديد، غير هيك ما في. هذا المكان عبارة عن مكان كثير صغير ما بيتجاوز 60-70 متر، كنا حوالي 142 شخص أول ما دخلته أنا. وطبعا مثل ما قلت لك الواحد له بلاطة وممنوع يتجاوزها ولا بأي شكل من الأشكال. وبهذا المهجع كان عبارة عن سجان، رئيس السجن أو اللي هي، وفي أسبوعية 4 أشخاص اللي كانت هي فوق راسنا اللي توزعنا الأكل إلى آخره. طبعا حتى فترة الأكل كان الأكل كان شيء نادر، وجود الأكل. بالخطيب كنا أنا قعدت 6 شهور على 4 رغيف خبز كل يوم. يعني ال 24 ساعة كان يجيني منها 4 رغيف. كان بالشهر يوزعوا لنا بيضة مسلوقة واحدة. طبعا بحكم عدم تواجد الأكل البيضة المسلوقة هي أنا كنت بيعها برغيف، مشان إني أقدر آكل ضل قادر إني أعيش. الخبز بيشبعك أكثر من الخبز بيشبعني أكثر من بيضة. كثير تفاصيل داخل المهجع هذا، كثير تفاصيل بشعة. كانت الثانية تمر علينا نتمنى فيها كل لحظة، كان الموت أمنية بالنسبة لنا، شيء محروم أنت كل شيء، ما في أي شيء حلم إنك تطلع على برا أو شيء حلم. كنت كل ما أطلب الإبرة الأنسولين أكل قتل مشانها. يعني حتى أذكر مرة من المرات لأني تأخرت نص ساعة عن طلب الإبرة، طلعني لبرا مسك القفل ضربني براس، شق لي راسي بالنص. القفل تبع المهجع نفسه على راسك، قال لي مار انت ما بتتذكر الا هلا وما بعرف شو، وانا شغال عند ابوك حتى اجيب لك ابرتك، مين مفكر حالك؟ فكان عقابه شديد. وعلما انك عم تستعمل ابره لما على مدار 6 شهور نفس الابره ونفس السيرنج ونفس كل شيء ما يتغير شيء، يعني طبابي ما في نهائيا. طبابي كان يجي يختاروا 5 أو 6 من كل مهجع يعطونا ويوزعوا لهم حب التهاب بالاسبوع مره واحده او حبه واحده لكل شخص من هالست اشخاص بالاسبوع حبه واحده بالتهاب. بالضبط. وهذا الشخص يكون عزان احيانا من الخراجات وحاسس انه الموت قريب منه، كان يبيع الحبه، كان يبيع الحبه بنص رغيف. الحياه صعبه كانت كثير 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 جوا. طيب اخ جابر رح ناخذ استراحه قصيره ونرجع نكمل حديثنا مع بعض، فاصل ونواصل. وسائل التعذيب داخل معتقلات نظام الأسد
هي نسخة عن المدرسة النازية في التعذيب. أولايس برونر الألماني النازي درب قوى أمن نظام الأسد على أساليب التعذيب وأبشع وسائل التعذيب حسب المنظمات الحقوقية. التعذيب المعلق أو الشبح، ربط المعتقل وتعليقه من معصميه بحبل يتدلى من السقف. يظل المعتقل في الغالب معلقا لساعات أو لأيام مع تعرضه للضرب الشديد. الدولاب، إدخال المعتقل في إطار سيارة، تشل حركة المعتقل تماما، يضرب بشدة على الظهر والساقين والرأس. التعذيب بالكهرباء، يربط المعتقل بكرسي أو بسرير حديدي ثم يصعق بالكهرباء. يقوم السجان بتشبيك كابلات الكهرباء في مناطق حساسة من الجسد. بساط الريح، الربط من اليدين إلى لوح مسطح بحيث لا يمكن للشخص المربوط أن يحمي نفسه ويكون الرأس معلقاً في الهواء. الأيدي والأقدام مربوطة معاً. وضع أربطة فوق الصدر والساقين. الكرسي الألماني، كرسي معدني له أجزاء قابلة للحركة يربط بها الضحية من اليدين والقدمين. يثني السجان مسند الكرسي إلى الخلف ليخلق تمدداً كبيراً في العمود الفقري مع ضغط شديد الألم على عنق الضحية. الشبح على الكرسي، إرغام السجين على الجلوس بطريقة أفقية فوق الكرسي مع تقييد يديه وقدميه للأسفل، يستمر لساعات طويلة ويسبب آلاماً لا تحتمل في عضلات الظهر والعنق والساقين. تفوق نظام الأسد على معلمه النازي وابتكر أساليب جديدة، وهناك أساليب أخرى لا تقل بشاعة عن السابقة مثل الاغتصاب، المنفردة، الحرق بالماء الساخن والسجائر، وضع ملح على الجروح، تعريض المعتقل للبرودة والحرارة لمدة ساعات أو أيام، تعليق المعتقل مع قلب الرأس إلى أسفل. وفق القانون الجنائي الدولي يشكل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية للمعتقلين جريمة حرب. مرحبا فيكم أصدقائي من جديد. راح نكمل حوارنا مع الشاب الذي خرج بجسده حيا دون روحه التي ظلت في ذلك السجن الغاشم، ظلت مع أصدقائه وخلانه وأقربائه الذين لا زالوا في ذلك السجن وهو لا يعرف عنهم شيء ولا يعرف أخبار عنهم أبدا. آلام مستمرة، يزيد على ذلك الغربة والبعد عن العائلة والوطن. أخ جابر، تحكي لنا شوي كيف خرجت من المعتقل؟ خرجت من المعتقل كان آخر تحويل إلي على عدة، من بعد تحويلي لعدة فروع كان آخر شيء كان آخر تحويل على فرع الشرطة العسكرية بالأبون بدمشق، ومنه طلعت على سجن عدرا المركزي، وبسجن عدرا المركزي وكلت محامية من قبل الأهل بعثوا لي إياها،
وقالت المحامية ضبطك كبير عليك 9 تهم وبدي طالعك بس بصعوبة كتير. التهم اللي انت بصمت عليها؟ التهم اللي انا بصمت عليها. كيف بصمت على التهم انت؟ طبعا ما بعرف شو هي التهم. من خلال التحقيق كله انكتب بضبط وانا بصمت على شيء انا ما بعرف شو هو. المحامية اجت قالت لي ضبطك كتير كبير وهذا الشيء حياخذ مني جهد ووقت، هحاول استغل نفوذي وواسطات والى اخره، ولكن الموضوع حيكلفك شوي. لا انا ما فيني اوعدك بشيء. تكلفك فلوس ماديا؟ قالت لي لا، اهلك واخواتك متكفلين بكل شيء، انت عليك انك تساعدني وتعمل الشيء اللي بقول لك عليه. وبالفعل وقعت لها على الوكاله وبدات تشتغل بالاجراءات. طبعا مشان تنزل قضيتي من يكون رقمي 8000 او 9000 لتكون رقم 1200 او 1300 والى اخره. ومعروف عنا بسوريا انه اي محامي يتوكل لقضيه ارهاب المحامي ما بيقدر يترافع عنه ولا بيقدر يغير له شيء بقضيته اطلاقا، هو عباره عن معقب ليسير الوراء مو اكثر من هيك. يعني ما له شغل ابدا في المحكمه اطلاقا، هو عباره عن معقب معاملات ليسري ليعجل لك امورك بس ليستعجل لك المحكمه. يعني بدل انت ما تنسجن 6 شهور بعدرة تتحاكم بعد شهرين. طبعا بعد حوالي 3 شهور استدعاني القاضي، نزل اسمي على الميكروفون، عرفت انه بكره انا عندي محكمه، هيأت نفسي ورحت. سؤال واحد توجه لي داخل المحكمه قال لي القاضي وقفتك، وقع على اقوالك وانقلع. المقصود بوقفتك شو يعني؟ انه ما رح يطلعني؟ انه ما رح يطلعني. طبعا نحن هون جوات المحكمه ممنوع نتحاور نحن والمحامي او اي شخص كان داخل المحكمه، ممنوع حتى نرمش بعيوننا رمش. وتعاقبت على هالشيء لاني عن طريق الغلط انا اطلعت على المحاميه وطلعت علي وابتسمت لي وهزت لي براسها، فاحد العناصر كان شايفني. فانا داخل المحكمه نزلني على السجن وضربني وعاقبني وحقق معي اني ليش تواصلت مع المحاميه تبعك بعيونها، وحلفت له كثير وأكلت ضرب كثير لأن بس نظرت عليها نظرة واحدة. لهالدرجة الإنسانية كثير عالية؟ كثير 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 كثير. بيخافوا من أفعالهم، بيخافوا كثير من أفعالهم. والقاضي لما وقفني قال لي وقفتك بدون ما يسمع إجابتي، حتى سألني السؤال عم جاوبه أنا، قال لي خلص انطلع من هون ووقفتك، وقع وبصم على أقوالك وانطلع. بالفعل وقعت وطلعت. هذا قاضي؟ قاضي إيه نعم. للأسف. بالضبط. وكان كل قاضي كنا نسأل بعض، يعني أنت تحولت علي قاضي السابع الرابع الخامس، كانوا هنا 7 قضاة لقضايا الإرهاب، وكان في منهم بعضهم أنه رقم 7 و5 كانوا رحومين شوي، في عندهم شوية إنسانية. بالضبط شوي. ممكن يعني واحد إذا كان تحت التعذيب وورجاه جسمه أنه أنا بصمت تحت التعذيب ممكن ترحم بحاله، يقول له أنا يعطيه إخلاء سبيل لفترة لبين ما تنعاد محكمته. بالضبط. رجعت على سجن عدرا، رجعونا سألوني الشباب هنيك اللي كانوا معي بنفس المجمع، قلت لهم أنا أجي أخلع سبيلي. علماً قال لي القاضي وقفتك. كان عندي أمل أنه بدي أطلع ما بعرف ليش. بنفس اليوم الساعة 9 بالليل طلعت أسامي على الميكروفون، اسمي ما طلع. أنا فقدت الأمل. 10:30 إجا سجان صار ينادي جابر القرشي. ركضت أنا قلت له نعم حاضر. قال لي جيب الجزائية تبعك والحقني. الجزائية اللي هي بدلة السجن. بدلة السجن وجيب الهوية تبع السجن. هي لازم تسلمها عشان تطلع. بالضبط. أنا هون عرفت إنه حيطالعوني. بس كمان كان عندي شكوى إنه ممكن ينقلوني للفرع أو يرجعوني على الخطيب. لأنه في ناس كثير هيك صار معهم. أتأكدت من هالشيء لما أخذت الختم الأول على إيدي. طبعاً هنيك بالسجن بعدرا. تأكدت إنه ما رح تطلع؟ إيه، كان عندي شك إني ما رح أطلع، إنه يحولوني من عدرا. هلا انا ممكن خلصت من عدرا ما عاد علي محاكمات او شيء، بس ممكن يكون فرع ثاني طالبني. فلما نزلت لاخذ اماناتي وسلم بدله السجن ختمني ختم واحد على ايدي، انا هون اطمنت. طبعا هون رجعت على المهجع شي الساعه 3 بالليل بعد ما استنيت دوري والى اخره، كانت فرحتي عارمه كثير، كنت فرحان ومبسوط بس كنت لسه ماني مصدق. وبالفعل ثاني يوم الصبح الساعة 7 الصبح نادونا بأسامينا، كل الناس اللي جاية عليهم إخلاء سبيل وإلى آخره، وزعونا مين اللي طالع على بيته، مين اللي بتحول على فرع ثاني، للناس اللي أخذين ختمين. يعني صار تركي الساعة 2 الظهر. كانت هون تركوكم؟ هون تركوني وطلعت وركبت مكرو، أول مكرو
وطلعت بطريق درع عدرا وأنا عم شوف الدمار وبتفرج عليه وقلبي عم يتقطع على البلد. ما كنت مصدق حالي. وكتير لحظات لهلأ يعني بعد غياب 11 شهر داخل السجون طلعت شفت بلد تاني ما شفت البلد اللي تركته. ما شفت بناية واقفة طول الطريق من عدرا لدمشق ما شفت بناية واقفة. على منه أثار كله مهدم وواقع على الأرض. كثير كان منظر بشع مؤلم للأسف. طيب أخ جابر شو كنت تفكر أو شو كنت مخطط إنه بعد ما تطلع من السجن من المعتقل إنك تعمله؟ أول شيء كنت تفكر فيه تعمله؟ أول شيء كنت خايف من شغلة واحدة، رفض المجتمع لي. رفض المجتمع لك؟ بالضبط، لأنه مجتمعنا لما الواحد يطلع من السجن لحاله ودون الآخرين، هلأ أنا ما بعرف مين طلع من غيري ما طلع بهذاك الوقت، كان المجتمع يرفضه بالبداية، كان يبعد عنه قد ما يقدر، بيخاف إنه هذا الشخص ناس أيوة تبعد عن المعتقل. عن هذا المعتقل اللي طالع مفرج عنه، لأنه ممكن يكون طالع بناء على اتفاق مع النظام، طالع ليجيب ناس. طالع كجاسوس أو طالع يسجل ناس. خصوصاً إنه هو لحاله اللي طالع، ما طالع حدا من مجموعته. وأنا كنت لحالي أنا طالع ما بعرف إذا كان في حدا طالع من مجموعتي أو لا. وبالفعل هذا اللي صار لما طلعت. حتى في كثير ناس من اهلي ومن اهل حارتي استبعدوك أو سلام حتى ما سلم عليهم وخوفوا مني. طبعا قبل ما اطلع انا واللحظه اللي عرفت في حالي بدي اطلع كنت اخذ قرار مسبق يعني اني انا ما ممكن اني اقعد بالشام اكثر من 10 ايام لازم اهرب لانه حيرجعوا يجيبوني. طبعا اول ما طلعت ثاني يوم لما قابلت المحاميه جت سلمت علي وقابلتها قالت لي انت معك 20 يوم انا طالتك باستثناء من وزير الداخليه انك تطلع تتعالج. حالتك الصحية كثير سيئة، قدمت لك تقارير طبية أن وضعك الصحي كثير سيء. وبعد 20 يوم أنا مضطر أني سلمك عندك محكمة. وأنا إذا رجعت سلمتك ما قدرت طالعك. ما بتقدر. بده يظهر في حقك حكم بدك تكمله. قالتلي اعمل حسابك من هلا دور على طريق وتهرب برا السجن. تطلع منه. وأنت أنت كفيلتي؟ قالتلي أنا بدبر حالي، أنا محامي. وبالفعل. طلعت من سوريا. طلعت من سوريا طلعت باتجاه طلعت باتجاه القامشلي. كان الطريق الوحيد مفتوح قدامي اني اهرب على تركيا. هربت على تركيا عن طريق المطار السوري مطار دمشق. انا بعرف اسمي كان معمم. شفت شخص له علاقه بالدوله اعطيته مبلغ انا وشخص ثاني معي ترفعت انا وياه طلعت بالطياره من دمشق على القامشلي طيران نزلت بدمشق. كنت متفق مع جماعه هنيك نزلت بالقامشلي متفق مع جماعة هنيك انه يهربوني يدخلوني على الحدود التركية. وبعد 5 محاولات من القامشلي لحتى قدرت بآخر محاولة اني ادخل على تركيا. ودخلت واستقبلني احد اقربائي بديار بكر. من هون بلشت رحلة اوروبا. من هون بلشت رحلة اوروبا. طبعا بعد قعدت بتركيا 10 شهور. بعد 10 شهور لحتى سمحت الامكانيات والظروف المادية اني كمل طريقي وتوجه الى اوروبا. طيب لما دخلت لاوروبا للبلد اللي انت فيه الان اللي هو النمسا. طبعا لما طلعت عم هاني من حالتي الصحيه كانت كثير سيئه خصوصا مريض سكري ودكاتره شافوني بالشام عندي عده امراض اعصاب والتهابات وجرب وكثير مشاكل صحيه عندي. فالوضع انه ما كان بيسمح اني انتظر بسوريا ولا يوم زياده. وشفت امي عم تتعذب قدامي كثير بسبب وجودي وهي خايفه من دقه الباب. فاضطريت اني اطلع بحاله انتظار يعني كانت تسيطر على البيت كثير كثير مو شوي. طلعت وانا بحاجه لعلاج كثير وبحاجه لادويه كثير. اول ما دخلت على فيينا صارت معي ازمه نفسيه بالكامب وحولوني على اوتوفان هوسبيتال. ضليت بهذا المكان بالكامب هذا 6 شهور مشان ابقى تحت رعايه صحيه. حالتي النفسيه كانت كثير سيئه كوابيس بالليل قوم اضرب حالي اوعى كثير تجيني حالات مثل الصرع كل اسبوعي مرتين ثلاثه يطلبوا لي الامبولانس. كان وضعي الصحي كثير سيء وما زلت بمرحله العلاج للان. يعني في منظمه تبنتك في هلا منظمه بشكل مباشر نهائيا منظمة لهلا ما حدا بشكل اتصل مباشر علي. ما في لا بشكل مباشر لا نهائيا فقط. اما كدولة اهتمت فيني بالطب كثير مو شوي بس اما منظمة تبنت حالتي وتساعدتني سواء باولادي او بجسدي او بصحتي او استعيد عافيتي او ركب اسنان على الاقل اطلاقا
ما في اي حدا تمنى هالموضوع اطلاقا ولا ابدا. ما حدا سالني يعني انه انت بحاجه اي شيء او دواء حتى. نفسيتك الان شلون؟ ما بنكر. ما اطلاقا مو ماني منيح. ماني منيح. طيب شو متوقع انت من المنظمات او المؤسسات الحقوقيه انه تساعدك؟ هلا اول شيء بتمنى من كل قلبي انه يكون في منظمه جهه حكوميه تتبنى قصة المعتقلين تحكي بأمره، لأنه اللي مات مات بالثورة، واللي هرب هرب، واللي عاش عاش، كله ارتاح. لكن اللي جوات المعتقل ما حدا عم يشعر بهذا. هذا عم يموت كل يوم آلاف الموتى. كل يوم عم بتمنى الموت 100 مرة، مليون مرة. أنا يا ما ركعت على كندا وصب بيضة وأنا بوسها إنه الموتون يقولوا لي هذا حلم. يخلوك تحلم تموت. حلم تمنيته كبير. مشان يزيد العذاب. بالضبط. بالضبط. أتمنى أن يكون في منظمة تحكي بأمرهم بشكل جدي وتهتم بموضوعهم. وبتمنى أكيد إنه حدا يعتني بصحتي، أولادي، طمني عليهم، أقدر جيبهم. أنت ما في عندك الآن بسوريا؟ عندي زوجتي وولدين. زوجة وولدين هنا في سوريا؟ سوريا، بالإضافة إلى والدي ووالدتي. في تواصل معهم؟ طبعاً بس بحذر شديد. لأنه تركوا المنطقة. دمشق كلياتها وصاروا مضطرين كل فترة يعدوا بمكان بسببي. طيب شو بتوجه عبر كاميرتك الآن رسالة للناس المعنيين في هالشأن هذا؟ بتمنى أن يكون في جهة تهتم بموضوعنا بشكل جدي وإنساني، حتى أقل شيء. أوكي انحرمنا من صحتنا، انحرمنا من طموحنا، كل شيء رحلنا وكل شيء خسرنا، ما بدنا غير المشملنا. أقل شيء، أقل ما يمكن. بالإضافة بالدرجة الأولى أنه الناس تحكي بأمر المعتقلين بشكل جدي، وهذا هدفي الأساسي من هاللقاء هذا. ما قدرت أسكت بس كرمال أحكي عن الناس اللي جوا اللي ما زالت جوا. في خطورة الآن على أهلك في الداخل بحكم ظهورك الآن؟ تحس أنه في خطورة؟ النظام ما له أمان. النظام أي شيء بيهدده بينفي. كون كذاب إذا بقول لك لا، بس كون كذاب إذا بقول لك أنا إني ما عم غامر بحياتهم. بس لما بيجي بقول أنا عندي ثلاث أشخاص أو خمسة خايف عليهم، بالمقابل في آلاف بالمعتقلات. يمكن كلامي حيساعد الناس اللي جوا، كمان إلي أهل جوا. إن شاء الله. بيعني لي أمرهم كثير. إن شاء الله. شو رح تعمل بفيينا هلا نهاية حديثنا؟ شو رح تشتغل؟ شو رح تقدم؟ هلا عم أدرس كورسات لغة. إن شاء الله أقدر أكملها وأختم لغتي، وعم حاول أبحث عن عمل يناسب وضعي الصحي إني أستمر فيه لنهاية عمري. وجوات هذا كلياته بتمنى إني لم شملي بهذا العمر ولاقي أسرة، بس على الأقل إني فتح عيون الصبح أطمن عليهم إن صاروا جنبي، بالأخص إنه أنا عندي بنت صبية بأمر الوالد. الله يخليهم يحميهم. ان شاء الله بتقول اللي ببالك، بتحقق ان شاء الله اللي بتتمناه يا رب. طبعا الكلام هو اخذ وقت كتير كبير مننا، لاني فعلا الالم عم يطلع وما عم نحسن نسكته او نوقفه حتى طب. يعني نعرض للناس وتفهم الناس شو عم بصير جوا داخل أقبية السجون. قد ما حكينا للناس ما بنقدر نصور لنا الحاله اللي هي جوا. طبعا المثل انه مو اللي عم ياكل قتل مو مثل اللي عم يعده. بالضبط. فلذلك متمنى إن شاء الله إنه الناس تحس، الناس المعنية أنا أقصد يعني، تحس في هالمواضيع. أتمنى أن يكون وتصير فينا. يعني تهتم بأمور المعتقلين الداخلين. ما بدهم هلا الناس اللي على المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية عم تركض وراء الطعام والشراب واللباس للناس اللي هن خارج أستاذ نور البلاد. في قصة عفوا بدي يهتموا شوي في هالمعتقلين. في قصة بدي أعطاك فيها. هلا يمكن انا واحد من الناس اللي اللاجئين اللي دخلنا عفينا، قلت لك الدوله استقبلتنا واحتضنتنا بكل ما عندها. الحياه ما أنا هي لبس، ما أنا اكل وشرب، ما أنا اشياء كثير، في اهم في اشياء كثير مهمه، من اللبس ومن الاكل ومن الشرب، العنايه الجسديه بالدرجه الاولى. نحن كمعتقلين على الاقل، يعني انا واحد من الناس اللي لازلت لغايه الان معاني من نومي. انا اذا ما وصلت لمرحله اسبوع اني ضليت سهران وما انام، ما بتطمن اني انا نايم، ما بكمل الساعه الا فز بحاله عصبيه لهاللحظه هي. كل ساعه بتمر علي
وتذكر المنطقة اللي بقول هلا بيكونوا ها عم يستنوا انه يجي توزع الاكل، هلا فلان بيكون طلع على التعذيب. لا زال يعني الوسواس اللي كان ما زال موجود جوات جوات السجن لا زال عايش معك. انا بتمنى من الحكومه او من المنظمه اي جهه هون انه بالفعل تلاقينا نحن كمعتقلين سابقين تهتم بصحتنا، نقدر لو تقدر تعوضنا عن شيء بادويه باي شيء بعمليات جراحيه. انا واحد من الناس اللي بحاجه عده عمليات، بحاجه لادويه، عندي عده امراض، عندي غده، عندي سكري، عندي ضغط، عندي اعصاب، عندي كثير اشياء صحيه تعبتني بالاضافه للتعب النفسي واثار المعتقل اللي هلا انا عم اعاني منه. رح اودعك واكيد اكيد صوتك رح يصل من خلال بتمنى من كل قلبي هذه القناه. بتمنى من كل قلبي ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بنشوفك على خير. شكرا. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لها اليوم. إن شاء الله بينفك أسر المعتقلين الموجودين في سجون نظام الأسد، وبينتهي هذا الظلم وهذا القهر وهذا التعذيب الموجود داخل هذه السجون. وإن شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمة. وأنا مني، السلام عليكم.